عندما قابل هنري كرة قدم. مرحبا كرة القدم. مرحبا هنري. كيف حالك هذا اليوم؟ أنا في أحسن حال هنري. هل تعلم أنني أحب القفز؟ أحبه لدرجة أنني قد أقفز إلى ما لا نهاية. مرحبا كرة القدم. انظر إلى هذه، دودة صغيرة وظريفة تتمايل في مكانها، رائع. انظر، عصفور، إنه يطير، رائع. انتظريني كرة القدم. من المستحيل أن تهزمني لأنني الأفضل. لا، أنا الأفضل. لا، أنا الأفضل. لا، بل أنا الأفضل. واو، فردتا حذاء كرة قدم، مدهش. مرحبا، كيف تسير الأمور؟ سنلعب مباراة كرة قدم وسأهزمه، هكذا تسير الأمور بالطبع. كيف لك أن تهزمني؟ أنا سأهزمك، ابتعد. الفريق الأزرق ضد الفريق الأحمر، ستكون أفضل مباراة كرة قدم على الإطلاق. يبدوان لي غير متفقين. أنت محق، ليت لدينا حكماً ليحرص على لعب هذين بإنصاف. أوحيت لي بفكرة رائعة يا كرة القدم، سوف أغدو حكماً لأحكم في هذه المباراة. هذه فكرة مدهشة هنري. حظ موفقاً هنري، ستحتاج إليه. حسناً، أيتها الفردتان، سنلعب هذه اللعبة بكل إنصاف، لذا يمنع التذمر والغش، احرصا على الالتزام بالقوانين. هل تعد عرقلة أحدهم غشاً؟ أجل، ماذا عن عقد رباط حذاء الفريق الآخر؟ أجل، هذا غش بالطبع. أرجوكما لا تضيعا الوقت بالكلام الفارغ ولنبدأ المباراة رجاءً. حسناً يا كرة القدم، لكن قبل أن نبدأ، ما هو أهم شيء عند ممارسة أي رياضة؟ الفوز. لا، بل المشاركة والاستمتاع. والآن فلنبدأ هذه المباراة. ها قد بدأنا، الكرة بحوزة الحذاء الأحمر، وفجأة يأخذها الحذاء الأزرق الذي يريد أن يسجل هدفاً. إنه يسدد، سيحرز هدفاً، لكن الحذاء الأحمر يصده. يا لبراغته. هيا أجل. مهلاً، انتظروني رجاءً. وها قد عدنا، الحذاء الأحمر سيسدد وسيحرز هدفاً. هل سيفعلها؟ لكن الحذاء الأزرق يصده. نهاية رائعة للمنافسة. منافسة محتدمة. رفيقي، رفيقي. هنري، لا أظن أنهما قادران على مواصلة اللعب، يبدوان متعبين جدا. أدرك شعورهما. أستسلم، كنت محقا أيها الحذاء الأزرق، أنت الأفضل. هذا هراء أيها الحذاء الأحمر، أنت الأفضل بمراحل. لا، أصر على رأيي، أنت الأفضل. ربما نستطيع جميعا أن نتفق بأنه تعادل. تعادل؟ هذا يعني أن كليكما الأفضل. حقا؟ مرحبا. حين قابل هنري كرة القدم ضحك مع الجميع. حين قابل هنري كرة القدم التقى بأصدقاء كثر واستمتعوا كثيرا. هنري، أمي تناديني يا كرة القدم، علي الذهاب، سررت كثيرا بلقائك. وأنا أيضا، وشكرا لتحكيمك المباراة. على الرحب، طاب يومك. مع السلامة هنري. مع السلامة كرة القدم، أنا قادم أمي.